حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقائي المستمعين، تحية طيبة. عماد الدين رائف يصحبكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. تضيء حلقتنا اليوم على الزيارة التاريخية التي قام بها البطريرك الروسي كيريل الأول إلى سوريا ولبنان وأبعادها على صعيد العلاقات بين لبنان وروسيا. لكن قبل ذلك نتوقف مع الفقرات السياسية التي ساهم في إعدادها الزميل فؤاد خشيش. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. أعارت روسيا الاتحادية في الأسبوع الحالي اهتماما بالغا لتطور الأحداث التي حصلت بما يخص سوريا من حيث القرارات التي صدرت عن وزراء الجامعة العربية والتي تضمنت محاولات لتجميد عضويتها في الجامعة العربية من جهة، والتقرير الذي أصدرته وكالة الطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني والذي تضمن اتهامات لإيران بأنها تسعى إلى برنامج عسكري نووي من دون وجود أي من الإثباتات والبراهين. وأكدت روسيا في هذا الإطار أكثر من أي وقت مضى وقوفها إلى جانب حلفائها، حيث نددت بشدة بالتقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مصرة على أنه برنامج سلمي وفق المعايير الدولية. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتهامات لم تتضمن شيئا جديدا حيال الموضوع، لكن الذي يجري هو محاولة لتسييس التقرير الذي لا يتمتع بأي مهنية أو نزاهة، بما يذكر من نفس الأسلوب الذي اتبع مع العراق حيث تم اختراق الأفكار الكاذبة حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، ولكن تبين العكس فيما بعد على حد تعبير وزارة الخارجية الروسية. وفيما يخص سوريا، ترى روسيا أن القرار الذي اتخذ بحقها في جامعة الدول العربية ليس صائبا. وفي هذا الإطار التقى وزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو وفدا من المعارضة السورية برئاسة الدكتور برهان غليوم، حيث وصل الوفد إلى موسكو بدعوة من الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وإفريقيا. وقد تم إبلاغ الوفد بموقف روسيا الداعي إلى الالتزام بموقف بناء لتجاوز القضايا المطروحة أمام سوريا وتنفيذ إصلاحات تخدم مصالح السوريين والحيلولة دون تدخل خارجي بالقوة في الشؤون الداخلية السورية، والتوصل إلى حل على أساس المبادرة العربية وعدم عرقلتها، والكف عن التحريض الطائفي والمذهبي في البلاد، حيث إن بعض الدول العربية تحاول تأجيج الأزمة بدل العمل على التوصل إلى حلها. من جهة أخرى، وفي الزيارة التي قام بها بطريرك روسيا كيريل الأول إلى كل من سوريا ولبنان، وجه دعوة من أجل العمل على تعزيز وحدة الطوائف المسيحية من جهة وتعزيز علاقاتها مع المسلمين من جهة أخرى، والعمل لمنع محاولات التحريض من أجل تأجيج الصراع بين الأديان. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض الدول الغربية التي حاولت التشويش والضغط لإفشال الزيارة إلى لبنان. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев,
другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Так светил взор незабываемый. نصل إلى موضوع حلقتنا اليوم، وهو الزيارة التاريخية لبطريرك روسيا كيريل الأول إلى سوريا ولبنان، مع تقرير مفصل بصوت الزميلة كارولين بزي. حل بطريرك موسيو وسائر روسيا سيمولس كيريل الأول مساء السبت الماضي ضيفا على الجمهورية اللبنانية آتيا من سوريا في زيارة رسمية، في أول زيارة له بعد انتخابه على رأس الكنيسة الأرثوذكسية. وكان في استقبال البطريرك الروسي على أرض المطار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، وسفير روسيا ألكسندر زاسيبكين، وسفير أوكرانيا فلودومير كوفال، ومتروبولية بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي. ولدى وصوله إلى صالون شرف تحدث البطريرك الروسي إلى الصحفيين فقال: أقوم بزيارة رسمية إلى الكنيسة الإنطاقية بعد تنصيب بطريركا لكنيسة موسكو وكل روسيا، وهذا ما يقتضيه التقليد بين الكنائس الأرثوذكسية. إن لزيارة رئيس الكنيسة لها دائما أهمية خاصة، إذ أنها تعمق وتقوي العلاقات بين الكنائس في روسيا والمنطقة، وهذه الزيارة سيكون لها الأثر المهم في هذا السياق. وردا على سؤال حول لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد قرار الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا فيها، وعن إمكانية تأثر الوجود المسيحي في حال حصول أي تغير في سوريا، قال: كان لي شرف اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، وأنا لا أتعاطى كزعيم سياسي أو دبلوماسي ولا كممثل سياسي لروسيا هنا، ولكن متواجد كبطريرك للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وما أمله من عملي هو الإطمئنان إلى وضع المسيحيين. إن سوريا منذ قرون كانت مثلا صالحا للتعايش بين الأديان وبين المسيحيين والمسلمين، ولا شك أننا قلقون مما يحدث. وقال كيريل الأول: لقد رأينا ما حدث في العراق حيث عانى المسيحيون من العنف، وشهدنا هدم هذه العلاقات الطيبة التي كانت سائدة منذ سنين. لن يحصل مثل ذلك الهدم في سوريا ولبنان ولا في أي بلد آخر، سواء في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا، وهكذا في كل العالم. وموضوع العلاقات بين المسيحيين والمسلمين هام جدا، ولنا أيضا في روسيا إذا لم يكن عندنا في روسيا أي حروب بين الديانات. وأنا أثمن عاليا العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في روسيا، فالثقافات والأديان ستحافظ على السلام في العالم. وفي اليوم الثاني للزيارة أعرب البطريرك كيريل عن إعجابه بما تحقق في لبنان على صعيد التطور، مشددا على أهمية النموذج اللبناني المتنوع والتعددي والعيش المشترك والحوار بين الديانات والثقافات. كلام كيريل جاء بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدة برفقة السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين. ورحب سليمان بكيريل مجددا التأكيد أن ما يمر به العالم من تطورات على مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى التحولات نحو الديمقراطية، يستوجب اعتماد النموذج اللبناني الذي يتبع الديمقراطية الميثاقية التي تشرك كل فئات المجتمع في القرار والحياة السياسية. وبعد لقاء سليمان وكيريل
عقد لقاء موسع ضم إليهما بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموالين بشار الراعي وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية والقدس للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام وبطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ومتروبولية بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس أليس عودي وسفير البابوي جابرييل كاتشيا. وأقام سليمان مأدبة غداء على شرف كيرل شارك فيه جميع الحاضرين قبل أن ينتقل إلى كنيسة مار جاورجيوس في وسط بيروت حيث أقام قداسا حاشدا شارك فيه هزيم وعودي وحشد كنسي وشعبي متعدد الجنسيات. واستقبل كيرل في مقر إقامته في فندق الفينيسيا شخصيات لبنانية بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية الروسية في لبنان. وأقام راعي أبراشية بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي مأدوبة عشاء حاشدة في دار المطرانية في الأشرفية على شرف كيرل. وفي اليوم الثالث والأخير لزيارته رأى البطريرك كيرل أن المسيحيين في الشرق الأوسط يواجهون اضطهادا وعنفا بعدما انقلبت الموازين في المنطقة داعيا إلى تأسيس مجتمع عادل وإلى الحفاظ على الأماكن المقدسة كي لا تتحول إلى متاحف مؤكدا أننا لن نسكت إنما سنقول للعالم أجمع أن ينظروا إلى ما يحدث في هذه الدول التي تحيا اليوم أمورا صعبة. كلام البطريرك كيرل جاء خلال لقائه البطريرك الماروني بشار الراعي وبطاركة الشرق الكاثوليك في الصرح البطريركي في بكركي قبل أن يتوجه إلى منطقة الشمال حيث زار دير سيدة البلماند والتقى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم وألقى محاضرة في جامعة البلماند بعنوان الدين والدنيا. وكان بطريرك روسيا استهل يومه الأخير من جولته التي شملت سوريا ولبنان بزيارة الصرح البطريركي في بكركي حيث استقبله البطريرك الراعي يحيط به الكاردينال نصر الله صفير وبطاركة الشرق الكاثوليك والمطارنة والكهنة والسفير الروسي ألكسندر زيسيبكن. خلال اللقاء تحدث الراعي فشدد على ضرورة التعاون بين الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية مقترحا على البطريرك كيرل إمكانية التعاون مع كنيسة روسيا من أجل حفظ الوجود المسيحي في بلدان الشرق الأوسط من الهجرة ومن أجل صموده بوجه الصراعات السياسية في المنطقة والاعتداءات على رعايانا والخوف من أن يؤدي ما يسمى بالربيع العربي إلى حكم المجموعات التي تهدد بزعزعة المنطقة والعيش المشترك بين أبنائها إضافة إلى الصمود بوجه الصعوبات التي يواجهها المسيحيون في المنطقة على مستوى حرية العبادة والضمير وحقوق المواطنة علما أننا نعمل على تحقيق إنماء مجتمعاتنا مع المسلمين الذين في الأساس هم معتدلون وأيضا بوجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والإسرائيلي العربي وتداعياته وحرمان الفلسطينيين من حق العودة ومن حقهم في إنشاء دولة فلسطينية وكم هو خطير على المنطقة طلب إسرائيل اليوم بأن تعترف بها الأسرة الدولية دولة لليهود. ثم تحدث البطريرك كيرل فقال هناك اضطهاد وهناك عنف ضد المسيحيين ونحن لا يمكن أن نقف أمام هذه الأمور ونحن ساكتون إنما نقول للعالم أجمع بأن ينظروا إلى ما يحدث في هذه الدول التي تحيا اليوم أمورا صعبة وأمل ألا يتقلص الوجود المسيحي في هذه المنطقة بعد كل ما يصيبها وأمامنا صورة مؤلمة عن وضع المسيحيين في هذه المنطقة والشرق الأوسط الذي لا يمكن أن يعيش فيه الذين أسسوه. فمنذ 1500 عام يعيش المسلمون والمسيحيون سوياً وعصرنا هو عصر الثقافة والتمسك بحقوق الإنسان وعلى العالم أن يتحرك لأنه لا يجوز أن تحارب الناس في بيوتها وبلادها وبهكذا أمور وأننا نصلي مع الكنيسة جمعاء في سبيل الحفاظ على الأماكن المقدسة التي نأمل ألا تتحول يوماً إلى متاحف. وبعد ذلك انتقل البطريرك كيرل إلى دير سيدة البلماند وأقام مع البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم صلاة في كنيسة الدير بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة. ثم تحدث الأسقف غطاس هزيم باسم البطريرك هزيم فأكد أن المؤسسة البلماندية تعمل على خدمة الجميع دون استثناء. ثم تحدث البطريرك كيرل فأشاد بالمؤسسة البلماندية مشددا على أهمية تملك الكاهن للعلم والمعرفة ومواكبته لتطورات العصر كي يؤدي عمله الكهنوتي لإيصال رسالة المسيح. ثم قدم كيرل مبلغ 50,000 دولار لطلاب معهد اللاهوت وانتقل إلى لقاء مع رئيس جامعة البلماند الدكتور إلي سالم ثم ألقى محاضرة حول شؤون الدين والدنيا بحضور نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري العميد ويليام مجلي ممثلا الرئيس عصام فارس والوزيرين جابي ليون ونقول نحاس
والنواب روبير فاضل، فادي الهبر، نضال طعمي، غسان مخيبر، فريد حبيب، والعميد صباح حيدر ممثلا اللواء أشرف ريفي، وقائد سرية درك أميون العميد جورج وهبي وعائلة الجامعة. ثم اختتم البطريرك كيرل زيارته التاريخية إلى سوريا ولبنان عائدا إلى روسيا. Апостол Андрея, Спаситель ходил по воде, и Андрей доставал из воды пескарея, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повисите на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распятие оставь на потом. Онемел Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج. وتدعوكم جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في لبنان إلى المشاركة في مؤتمرها الدوري لمناقشة تقرير عمل الهيئة الإدارية الحالية وانتخاب هيئة إدارية جديدة في 11 كانون الأول المقبل الساعة 10 صباحا في مركز الجمعية في بيروت. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية لانتخاب الهيئة الإدارية عند الساعة 11. ونذكر الزملاء أن آخر مهلة لتشديد الانتساب وتسديد الاشتراكات وقبول طلبات الترشح هو يوم الخميس الواقع فيه 24 تشرين الثاني الجاري الساعة 9 مساء في مركز الجمعية في بيروت.
розы пахли полынью, знала все мои песни, шевелила губами, исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не дышала тихонько в трубу. Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов, по ночным автострадам нарезали круги. Ты любила холодный обжигающий виски и легонько касалась горячей руки. Ты любила холодный обжигающий виски и легонько касалась горячей руки. О! А потом было лето, мы прощались и знали, мы с тобой одной крови, мы небесных кровей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной зазнобой моей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной зазнобой моей. Ты была моей тайной зазнобой моей. Ты была моей тайной зазнобой моей. وصلت حلقتنا إلى نهايتها. يرحب حديث روسيا بملاحظاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني hadithru@gmail.com. إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل وأخيراً. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму.